يدنا ممدودة إليه لمساعدته من أجل الوصول إلى حل، لأننا نريد المصلحة الوطنية العليا، ونعتبر كمعارضة أننا أصلا بفكرة الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية نحن نمارس التضحية. نعم. لأننا نريد أن نكون إلى جانب الأكثرية في حلحلة مشاكل لبنان التي لا يحسد عليها من يتحمل مسؤولية في هذه المرحلة. نحن نقول تعالوا نكون شركاء، ليس من أجل أن نصل إلى موقع، وإنما أن نصل سويا إلى أن نضع لبنان على سكة الخلاص من مشاكله. أستاذ جورج، أعود إليك وإلى تصريحات النائب وليد جملاط، والذي يعني حذر ويحذر كما يقول من لعبة الأمم، ويطالب الجميع بتقديم تنازلات لمصلحة تأليف حكومة الوحدة. من يخرج عن هذا المبدأ؟ يعني هل هناك من يختلف معه حول ضرورة الوصول إلى حكومة وحدة وطنية؟ بطبيعة الحال الشعارات جميلة جدا، الكل يطالب بحكومة وحدة وطنية، ولكن بين الشعار وبين التنفيذ هناك طبعا هو عظيمة جدا. بطبيعة الحال مع الأسف الشديد دخلنا لعبة الأمم، نحن لسنا على الحافة، إنما نحن في قعر الهاوية. لعبة الأمم اليوم طبعا مطروحة من خلال مشاريع كبيرة، الكل في لبنان مع الأسف الشديد حتى أكون صادقا، معظم القادة السياسيين في لبنان لهم ارتباطات في الخارج. نعم. مع هذه المرجعية أو تلك، في ظل الخطاب الطائفي المذهبي الذي أجرينا على أساسه الانتخابات النيابية، لم يكن هناك أي طرح لبرنامج عمل وطني سوى تأجيج طائفي ومذهبي ومال سياسي جير، فأنتج هذه الانتخابات، أنتج الكيدية، أنتج طبعا هذا الخطاب الذي لا يزال متشنجا، وبالتالي كل زعيم طائفة أو كل زعيم مذهب يحاول أن يستقوي في الخارج. نعم. لتغليب مصالحه على الآخرين. طيب. نحن في ظل لعبة الأمم، شرط وحيد أما أن نترفع كلنا إلى المصلحة الوطنية على حساب مصالحنا الشخصية للوصول إلى التفاهمات، أو أننا سنبقى ساحة لتسجيل حسابات الآخرين. فاصل ونتابع هذا الحوار. استشارات التكليف، فراغ صورة التأليف، عنوان مع الحدث. أذكر بضيفي الحلقة في الاستوديو، محمد نصر الله رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل، وجورج علم الكاتب والمحلل السياسي. سيد نصر الله، أعود إليك، يعني ولو توقفنا قليلا عند مواقف الرئيس المكلف، طبعا الغرض ربما إبراز الموقف حتى نظهر بالمقابل موقف المعارضة. مواقف السيد الحريري بعد الاعتذار كشفت ربما عن وجه جديد، يقوم البعض يقول أنها معادلة مواجهة أساسها الرابح والخاسر في الانتخابات، الأكثرية والأقلية. المعارضة كيف ستقابله؟ نحن لن نقابل هذا الكلام بكلام. نحن نقول ربما يكون النائب الحريري يراعي أوضاع الفريق الذي ينتمي إليه، فريق الأكثرية الذي ظهر منهم خلال فترة التأليف، والكثير من الكلام مثلا كان هو في صلب السعي من أجل التأليف. سمعنا كلاما من بعض أطراف الأكثرية تدعو إلى تشكيل حكومة من طرف واحد، تشكيل حكومة تكنوقراط أو كأنهم كانوا يضعون عصيف في دواليب مساعيه. نأمل أن نكون على حق في اعتقادنا بأن السيد سعد الدين الحريري لن يخرج من كل الأدبيات المنفتحة التي أطلقها بعيد لا بل ليلة إعلان نتائج الانتخابات النيابية وصولا إلى التأليف أو اليد الممدودة للفريق الآخر. نعم. كان كذلك. اليوم هناك معطيات جديدة تساعد على المضي في هذا الأمر، لا سيما منها موقف فخامة رئيس الجمهورية. نعم. الذي كان دائما وأبدا مشجعا لحكومة وحدة وطنية، وهذا الأمر يعطي فرصة أكبر لرئاسة الجمهورية أن تلعب دورها في الساحة اللبنانية. ويضاف إلى ذلك الموقف الكبير الذي أطلقه الوزير وليد جملاط، الذي أيضا أخذ موقع الوسط. صحيح. وإن كان هناك من يريد أن يستمر في احتسابه في إطار 14 من أدار أو فريق الأكثرية، وهناك من يريد أن يأخذه إلى الجهة الأخرى، وهو يبدو أنه في الموقع الوسط. على كل حال، إذا أردنا أن نحكم عن على موقعه من خلال تصريحاته ومن خلال مواقفه، لوجدنا أنه رجل متمسك بحكومة الوحدة الوطنية بامتياز، وكأكثر ما يتمسك بها أي لبناني آخر. إذن هناك فرصة كبيرة لهذا الأمر لأن تذهب إليه الأمور، لا أن تعود إلى الوراء. طيب. انطلاقا مما قاله السيد نصر الله، أستاذ جورج أعود إليك، يعني هناك من تحدث عن حركة أمريكية واضحة، ربما السفيرة الأمريكية في بيروت
يعني كانت أكثر تظهير لها ضد صيغة 15-10-5، وهناك من نصح أمريكيا بتشكيل الأكثرية للحكومة وحدها كترجمة حقيقية لنتائج الانتخابات النيابية التي تحدثنا عنها. هل تعتقد مثل هذا التوجه يمكن أن يتبناه أي رئيس مكلف ويكتب له النجاح هذا التوجه؟ يمكن أن يتبناه أي رئيس مكلف، هذا بطبيعة الحال يعود إلى الرئيس المكلف الذي له حساباته. أما أن ينجح فهو باعتقادي لن ينجح، بل سيعيد لبنان إلى المربع الأول ما قبل 7 مايو/أيار. علينا أن ندرك تماما بأن اللعبة الديمقراطية في لبنان ليست أي لعبة ديمقراطية في العالم. لبنان ديمقراطيته توافقية خصوصا بعد اتفاق الطائف. خارج هذا التوافق باعتقادي نحن أمام اصطفافات ستؤدي طبعا إلى العبث بالأمن أو بالسلم الأهلي، وبالتالي تجعل لبنان قابلا أكثر فأكثر لكي يكون مختبر لكل الصراعات في المنطقة. من هنا نرى أن التوجه الأمريكي ليس فقط من حكومة الأكثرية، التوجه الأمريكي يتطابق مع التوجه الإسرائيلي لا لحكومة فيها حزب الله، وهذا الأمر بات واضحا وصريحا. وبالتالي حزب الله يصبح مقبولا داخل هذه الحكومة بنظر الأمريكيين عندما يتخلى عن سلاحه. لكن العقدة هنا هي ليس فقط السلاح، إنما العقدة هي ربما مربعة الزوايا إن لم تكن مخمسة، لأن هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى توافق لبناء هيكلية واضحة لحكومة الوحدة الوطنية. وإذا أردنا أن نستطرد أكثر فنقول كيف ستواجه هذه الحكومة العلاقات اللبنانية السورية، وهي علاقات طبعا بحاجة إلى رعاية وإلى عناية. كيف ستواجه هذه الحكومة المحكمة الدولية بعد الشوائب التي لحقت بسمعتها نتيجة طبعا ما يسمى بالضباط الأربعة وباعتقالهم الكيفي؟ كيف ستواجه هذه الحكومة الاستراتيجية الدفاعية؟ كيف ستواجه هذه الحكومة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخل المخيمات؟ كيف ستواجه هذه الحكومة إلا لحق عودة اللاجئين؟ يعني هناك الملفات هي أساسا خلافية، وبالتالي استحقاقاتها أصبحت يعني في الأفق، وبالتالي هذا هو طبعا الصراع الحقيقي داخل طبعا مكونات المجتمع اللبناني الذي يحول دون طبعا الوصول إلى تفاهمات على حكومة وحدة وطنية، وليس كما يتناهى البعض ويقول أن هذه العقدة بتوزير هذا الرجل أو الحفاظ بهذه الأساس حكومة الوحدة الوطنية، وإلا لبنان ربما يذهب إلى مجهول ما كما عبر اليوم الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. هذا صحيح. نعم سنعود إلى هذه النقطة معك أستاذ جورج، لكن انضم إلينا الآن النائب عن حزب الكتائب اللبنانية فادي الهبر. مساء الخير أستاذ فادي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا. طبعا نتحدث عن استشارات التكليف وفراغ صورة التأليف، هل ما زلنا في المربع ذاته أستاذ فادي؟ طبعا نحاول أن نستبق الاستشارات النيابية، يعني إذا لم يكن هناك عودة لحكومة الوحدة الوطنية وإلى الصيغة التي اعتمدت لبنان ربما يذهب إلى المجهول، هل تشارك مثل هذا التحليل؟ أنا بطبعي متفائل. نعم متفائل. أول شيء بدي رحب بضيفك، وبطبعي أنا متفائل. بدي أتمنى، بدي أعطي تمني. نعم لحالة وطنية جامعة داعمة قيام الدولة، لحكومة وفاق وطني بتأمن وبتحسن السلم الأهلي. بدي أتمنى أنه ما يصير في تعجيز ولا استغلال ولا ابتزاز لهال يعني لموضوع الرئيس الذي سيكلف. الرئيس الذي سيكلف يعني